السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. استسمح لكل المتتبعين والمتتبعات اللي دائما كيتابعوني ويتابعوا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري على التأخير، وكذلك على هذه المدة الكبيرة اللي ما لوحتش فيها الفيديوهات لإكراهات عديدة جدا، خصوصا لظروف صحية اللي مازال كنعاني منها للأسف الشديد. بالشفاء ليا ولجميع المسلمين والمسلمات إن شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ومرحبا بكم في هذا الفرد. إذا في هذا الفرد إن شاء الله غادي نديرو لا كومبريونسيون دو ليكري، فرد في مادة اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، وهذا غادي يكون نموذج رقم 2، لأنه درنا النماذج بزاف. نموذج رقم 1 درت فيه لي زاكتيفيتي كاملين ديال الفرونسي، درنا النشاط العلمي، وكذلك عاد غادي نديرو الرياضيات وباقي المواد ان شاء الله. اذا لا كومبريونسيون دو ليكري، اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درت كاينين لي ليان ديسكريبسيون، دخلوا وغادي تفرجوا وغادي تفهموا ان شاء الله. اللي بغى البي دي اف يتواصل معايا في النيميرو، غادي نحطها في اول تعليق، غادي يكون ايبانغلي في هذا لا فيديو ان شاء الله. دونك لا كومبريونسيون دو ليكري اجوردي، عندنا واحد لو تيكست هو هذا، لي دوفوار او بيان لي دووا اي لي دوفوار دو لونفو، يعني حقوق وواجبات الطفل. هنايا النص هو هذا، غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على لي كاست. عندي 4 كاست صافي، جو في فو لير لو تيكست سويف افيك مو. لي دووا اي لي دوفوار دو لونفون، يعني الحقوق وواجبات الطفل. لونفون ديفيني كوم تو اتر هومان اجي دو موان دو 18 ans a le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, de s'exprimer, d'avoir des loisirs. En parallèle, il ou bien elle a aussi des devoirs comme le respect de la loi, le respect des autres, la protection de l'environnement, le respect des règles de vie en classe. Je répète la lecture. Les droits et les devoirs de l'enfant. L'enfant a tefl, défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Yu'arrafu wa kull ka'in hayy 'umruhu yaqil 'an 18 sana. A le droit d'être protégé, عنده الحق انه يكون محمي. D'être nourri, يعني انه يكون واكل. Soigné, انه يكون في صحة جيدة وتكون عنده واحد الرعاية صحية. Éduqué, انه يتعلم ويقرأ. De s'exprimer, c'est-à-dire انه يعبر كما بغى. D'avoir des loisirs, يعني يكون عنده هوايات ويكون كيمارس الهوايات ديالو بكل سهولة وبكل سلاسة. En parallèle, ou بالموازاة مع هاد الشيء هذا، مع هاد الحقوق. Il ou bien elle, يعني هو أو لا هي، يعني الطفل أو الطفلة. A aussi des devoirs, عنده أو لا عنده أيضا الواجبات. بحالاش comme le respect de la loi, يعني احترام القانون. Le respect des autres, يعني احترام الآخرين. La protection de l'environnement, يعني حماية والحفاظ على البيئة. Le respect des règles de vie en classe, كذلك احترام القانون الداخلي ديال القسم، أو لا شارت دو لا كلاس، تادير ميثاق القسم. صافي، إذا هذا هو التكست ديالنا. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون بروبوزي دون لا كومبريونسيون دو ليكري. سويف افيك موا. لا بروميير كيستيون غوليف لو تيتر دو تكست، شنو هو عنوان النص؟ دونك عنوان النص انطلاقا من هنايا عندنا هو لي دووا اي دوفوار دو لونفون. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا لو تيتر. Donc le titre du texte est les droits et devoirs de l'enfant. De très bien. Passons à la deuxième question. D'après le texte, il y a une telle. Quelle est la définition de l'enfant? شنو هو التعريف ديال الطفل انطلاقا من النص هنا؟ التعريف ديال الطفل، كيفاش عرفوا الطفل؟ دونك لونفون اي ديفيني كوم تو اتر هومان اجي دو موان دو 18 ans. يعني الطفل عرف بانه كل كائن حي العمر ديالو يقل عن 18 سنه. صافي، دونك نحاولوا نجاوبوا. دونك لونفون ديفيني كوم كوا كوم tout être humain
âgé. 2 mois. 2. 18 ans. D'accord? C'est bien. Question 3. Dans la question 3, quels sont les devoirs de l'enfant cités dans le texte? Donc, les droits, a le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, de s'exprimer, d'avoir des loisirs. En parallèle, des devoirs, comme le respect de la loi, le respect des autres, protection de l'environnement, le règlement et le respect de règlements de vie en classe. Ça fait le respect de la loi, le respect des autres, la protection de l'environnement. Et le respect de quoi? Des règlements, ou bien des règles de vie en classe. Question 4 est la dernière question. Mets une croix devant les droits de l'enfant. D'abord, on dit la croix. Donc, avoir une famille, qu'on a un droit, des droits de l'enfant, donc un droit gros, d'être éduqué, un enfant qui a le droit d'apprendre et d'apprendre, c'est un droit de l'enfant. La protection de l'environnement, يعني احترام ou la حماية البيئة, حماية البيئة, هذا واجب, donc هذا c'est devoir, okay? Devoir, devoir, c'est pas droit. D'avoir des loisirs, يعني دير الهوايات ديالو بسلاسة. Donc, il y a droit, il y a droit, il y a droit. Mise à la protection de l'environnement, c'est un devoir. Ça fait, c'est un devoir. Ou bien, d'arrêter de mettre la vidéo d'aujourd'hui, mais quand il faut faire de la française, le niveau 5 ابتدائي, la compréhension de l'écrit. المرحلة الثانية اللي كتخص الموسم الدراسي 2021-2022 مستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناة اللي غادي تلقاو فيها ان شاء الله الفروض, كذلك غتلقاو فيها الدروس, وكذلك غتلقاو فيها النماذج ديال الامتحانات الإشهادية بالنسبة للسادس ابتدائي. كنتمنى انه اي تلميذ وتلميذة عجبتهم القناة يبارطاجيوها مع الاصدقاء والصديقات ديالهم باش توصل اكبر عدد من المستفيدين, حيت هذاك هو الغرض ديالي, انني نفيد بزاف ديال التلاميذ وتوصل المعلومة لاكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات المغاربة ان شاء الله. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.